بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم ان شاء الله تعالى هتكلم عن ليبر اوفيس، كيف نثبت التعريب الواجهه العربيه تصير كامل عربي، وكيف ننزل قاموس عربي بحيث انه يكون البرنامج يدعم اللغه العربيه بشكل كامل. اوكي، بعض الناس يعتقد ان البرنامج الليبر اوفيس ما يدعم عربي. لا لا لا، يدعم عربي، ولكن المشكله انه احنا ما نزلنا الدعم الكامل للغه العربيه. احنا نستخدم التوزيعات كما هي، والتوزيعات كما هي راح يكون افتراضيا انجليزي، تمام؟ الا بعض التوزيعات الثانيه اللي يقول لك قبل ما تحمله يقول لك اختر شو اسمه لله الله اللغة، وبعدين تروح سالفة طويلة. المهم كيف ننزل الشغلات هذه؟ بسيطة جدا. طبعا لكل توزيعة، أو مو بكل توزيعة، يعني أغلب التوزيعات تتشابه أسماء الحزم، ولكن البعض يستخدم أسماء خاصة. لذلك خلونا نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء كيف نثبت حزمة اللغة العربية. إذا ما نثبت حزمة اللغة العربية ما بطلع برنامج عربي. طيب راح استخدم الطرفيه، علما بانك تقدر تستخدم الواجهه الرسوميه، لكن بستخدم الطرفيه لانه وجهي صار وراء. اوكي اوكي، ليش؟ لانه علشان طريقه اسهل واسرع للوصول لاي شيء. بالنسبه لتوزيعات ديبيانيه، ديبيان وبنتو لينكس مينت، وما بني على الثلاث هذولي، سودو ابت جيت انستول ليبرا اوفيس ناقص ال10 ان اي ار. اوكي، بالطريقه هذه انت راح تحصل على حزمه اللغه العربيه. طبعا ما يكفي التثبيت، راح نشوف الحين كيف نختار اللغة العربية افتراضية. بالنسبة للتوزيعات الثانية زي مثلا توزيعات زوزة، زوزة نفس طريقة الديبيان، اوكي، الى اخره، اللي هي ليبرو اوفيس نفس قبل شوي. بالنسبة للفدورا، الفدورا بالطريقة هذه، سودو واي يو ام انستول ليبرو اوفيس لانج باك اي ار. اوكي، طبعا راح اترك لكم تحت روابط خاصه باداره البرامج بالتوزيعات المختلفه، يعني يمكن بعض التوزيعات ما اعطيها طريقه التثبيت الصحيحه، لذلك انا شرحت قبل اغلب التوزيعات موجود تحت بالوصف، شوف الرابط. لذلك نكتب ليبر اوفيس لانج باك اي ار، هذه للفدورا، وما بني على الفدورا مثل عجوبه طبعا راح يجي مع البتاع. بالنسبه لي الاخيره واللي استخدم حاليا اللي هي ارتش لينكس اس ليبر اوفيس AR، هذه بالنسبة لي الارتش لينكس. راح اثبت الحين الحزمة هذه لان غير مثبتة عندي. اوكي، راح ناخذ قليل من الشاي، طبعا تطورت صرت اشرب بكاس كبير وحركات. مخدرات. طيب ثبتنا الحزمة الان. اوكي، راح نفتح البرنامج اي واحد منهم. طبعا حزمة الليبر اوفيس كبيرة، لو فتحت اي واحد منهم زي مثلا رايتر، اوكي، هذا الرايتر راح انزل انا هنا شوي. اوكي، بالرايتر راح نروح طبعا بكل يتشابه نفس الطريقه، تولز اوبشنز، بعدين نروح من هنا على لانجويج سيتنجز. اوكي، لانجويجز، راح نحصل هنا اليوزر انترفيس وهي واجهه المستخدم. اضغط هنا اختر عربك، هذا واحد. لوكيل سيتنج طبعا ما له علاقه بالواجهه، اللوكيل سيتنج هي شو اسمه اللي هي الله، زي ما تقول التاريخ، العملات، الشغلات هذه. اوكي، انا حاب استخدم العربي، بس اني لازم نروح لل سعودي عربي اعتقد شغله زي كذا، بس ما ابو سعوديه ترى احيانا يجحدوننا. هنطلع فوق شوف، ايوه هذا عربك سعودي عربي. بالطريقه هذه لاحظ ان العمله تغيرت الى ريال سعودي، تمام؟ طبعا راح يتغير التاريخ والى اخره. ديفولت لانجويجز فور دوكيومنتس، تمام؟ بالنسبه لي اللغات الافتراضيه للمستندات، تمام، ممكن تختار اللغه اللي تبي. من هنا ممكن نختار لغات كثيرة، تمام؟ طبعا هذه بالنسبة للغة الغربية، الآسيوية، وهذه ما أدري وش هي، أعتقد أنها حقت الأرقام، حقت الأرقام. أوكي؟ طيب، في عندك هنا show UI elements، لازم تحط على علامة صح عشان يظهر عندنا الترميز اللي هو من اليمين اليسار، من اليسار اليمين. أوكي؟ اللي هي الأزرار اللي موجودة فوق. أوكي؟ ignore system input، ما بلازم تحط على علامة صح ولا شيء. الآن نحط على أوكي. طبعا قبل ما نحط أوكي، إحنا ممكن ننزل شوي عند الرايتنج ايدز، تمام؟ هنا طبعا هذا راح نرجع للكومبلكس هذه، بحيث انك تقدر تختار الارقام الهنديه وليست العربيه. طبعا يقال انها عربيه هنديه، وبعض يقول لا، عموما انا اسمي عربيك هندي، تمام، انبسطوا. هذه الارقام اللي هي العربيه راح نشوفها الحين الهنديه. اوكي، طبعا لاحظ انه ممكن اختار عربيك واترك على ما هو عليه عادي. اوكي، الان يقول لك انه لازم تقفل البرنامج وتفتح مره ثانيه. اوكي، زي ما انتم شايفين الان البرنامج عربي، كل شيء عربي. هذا اللي قلت لكم حطوا على مساحه عشان تظهر، اللي هي هذه من اليمين لليسار، من اليسار لليمين. ايش الفائده منها؟ هذه ممكن اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
لاحظ ان جسمي يمين يسار. طيب في احد بيتفلسف الحين يقول طيب انا اقدر اخلي كذا واكتب بسم الله الرحمن الرحيم واجي واحطه يمين بالشكل هذا؟ لا يا عزيزي، حط نقطه والنقطه بتطلع هنا بالمكان هذا. لو لاحظت معي هذه هي فائده الشغلانه هذه، لو حطيت نقطه بتطلع هنا، لكن لما انت تحط بالطريقه هذه بيجيك من اليمين اليسار بتصير نقطه باخر شيء، تمام؟ هذه طريقه الواجهه الرسوميه. طيب حاب اذكركم شغله مهمه، انه ممكن الشكل يختلف عليك شوي، يمكن تستخدم توزيع الدبيان، دبيان الويزي طبعا ما زال تستخدم 3.5 ولكن الطريقه متشابهه، اوكي؟ بالنسبه اللي يستخدم ويندوز او يستخدم ثيمات مختلفه ترى الايقونات بيختلف شكلها، اوكي؟ بس هذه من باب التذكير. خلصنا الحين، ركبنا هذه الاضافه اللي هي اضافه شو اسمه اللغه العربيه. باقي شغله ثانيه طبعا لازم تروح عن طريق المتصفح والرابط موجود تحت اللي هو القاموس. طبعا القاموس ممكن تبحث هنا في فرنسي في انجليزي في كل شيء. راح اكتب عربي عشان اجيب عربي. اكتب عربك هنا، اكبر لك شوي هذا، اوكي؟ راح نكتب عربك ساتش. طبعا راح يجي نسخه يبدو انها منسيه او قديمه، اللي عنده وقت يقدر يدخل هنا ويحدث النسخه هذه اذا كان يعرف، تمام؟ طبعا ضغطنا على اللي هو عربك سبيل تشيكا، راح نجي هنا نضغط على جيت عربك سبيل تشيكا فور لينكس. ممكن هذا تتغير اذا كنت في الويندوز ترى، يعني ما متاكد انا بس ممكن تتغير اذا كنت في الويندوز، يعني يطلع لك فور ويندوز. طيب اضغط اقول لك سيف. طبعا حسب متصفحك راح اقول سيف از. طبعا نحافظ النسخه على الديسكتوب عندي، خلاص ما راح احفظ مره ثانيه، لكن بعد الحفظ خلاص حفظت ساكن متصفح الحين ملف فايده متصفح. راح اجي هنا الادوات ثم احصل خيارات او التخصيص، صدقوني اني اداره الامتداد، ايوه اداره الامتداد اللي هي طبعا اضافات. راح اجي هنا واسوي اضافه، اوكي؟ راح اروح افتح المكتب، هذه الاضافه راح اختارها، افتح. طبعا هذا القاموس، اوكي؟ نضغط على الاغلاق الحين. لاحظ انه بسم الله الرحيم ما عندك مشاكل بها. ايضا لو كتبت اي كلمه غلط، يعني كتبت بيج ملا دبع، طبعا هذه عبد المجيب معكوسه، اوكي؟ لاحظ انه حاط تحت خط، اوكي؟ نضغط عليه بزر اليمين، خلونا نجيب كلمات اقرب للواقع، زي مثلا خيمه، اوكي؟ طبعا خيمه مو بالشكل هذا تكتب، لكن لاحظ انه ما سوى له تصحيح. كيف نشغل التصحيح؟ راحوا الادوات اللغه، كل النص العربيه، اوكي؟ لاحظ انه خيمه بعد شوي هذا بتتغير، يلا يا استاذي. خيمه ايش دعوه؟ تسحب علينا. اوكي 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 تقريبا لقطه الدقمه، اوكي راح نتاكد مره ثانيه انه كل شيء تمام. التحديد الفقره العربيه، ايضا عندنا الكلمات اللغه لكل النص. ها تو اخترت عربي اللي ما تستحي، قلب علينا. طيب ممكن نحتاج نسكر ونفتح من جديد ترى، ها اغلاق بدون حفظ، راح نفتح من جديد. خيمه نكبر الخط، معقوله في كلمه عربيه خيمه؟ طيب خلينا نكتب خماخمشت، اوكي طلع خطا. لو ضغطت الحين بزر اليمين راح يجيك اللي هي وش خمشتي. والله بصراحه في حاجات يعني غريبه، اوكي. لو جيت كتبت عبد المجيب بالشكل هذا المفروض يحط تحت خط، اوكي راح لاحظ انه في تصحيح. الان احنا نعرف كيف نصحح اللغه، اوكي. طبعا لو ما ربط معك سكر برنامج وتفتح من جديد. اليوم ثبتنا اللغه العربيه وثبتنا القاموس، نشوفكم ان شاء الله في درس القادم. نشرب شاهي، مخدرات مخدرات. يلا مع السلامة، ما راح أسكر الفيديو صديق، أوكي هذا هو. يلا مع السلامة.